صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 80 لسنه 2023 باستحداث اداره الشؤون الاداريه والخدمات في مكتب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفه الممثل الخاص لجلاله الملك المعظم وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء وجاء في المرسوم يستبدل بنص الفقره ا ألف من البند رقم سبعه من ثانيا من الماده الاولى من المرسوم رقم خمسين لسنه الفين واثنين وعشرين النص الاتي المدير التنفيذي للشؤون الاداريه والماليه بدرجه وكيل مساعد وتتبعه اداره الشؤون الاداريه والخدمات